من أمام بوابة المركز القومي للبحوث، ذلك المركز العتيق في جمهورية مصر العربية، في محاولة من قناة للعلم للبحث داخل أروقة المركز والمعامل والتحدث مع الباحثين والعلماء داخل معاملهم والتعرف على الأجهزة العلمية المتاحة لهم وللآخرين. دلوقتي دكتور صابر هيدينا فكرة عن جهاز النانو سبراي درايفر. اتفضل دكتور صابر. اهلا بيك دكتور صلاح واهلا بقناة العلم. الجهاز اللي معانا النهاردة نانو سبراي درايفر. الجهاز يعتبر من احدث التقنيات والتكنيكس اللي موجودة لتحضير النانو ماتيريال، وزي ما قلنا ان احنا مش في معمل النانو ماتيريال، مش بنعمل كاركترايزيشن بس المواد النانو، لا احنا بنقدر نعمل كرييشن كمان. الجهاز زي ما انتم شايفين الفكرة بتاعته ان احنا عندنا اي ماتيريال تكون كومبليت ديزولفد، يعني ذوبان كامل، بنقدر نستخدمها زي ما هي موجودة في الفلاسك اللي موجود. العينة بتقدر تتسحب عن طريق البام، بعد كده بيحصل لها سبرينج عن طريق الميزومبرين خلال الكولوم اللي موجود الازاز اللي عندنا ده، بنقدر نتحكم في درجة الحرارة والفاكيوم بحيث ان احنا نسحب كل السولفنت عندنا، والبارتيكل سايز اللي هي السوليد فورم بتتجمع على السلندر اللي موجود تحت. يعني السولفنت بتاعنا لو كان اكواس ميديوم بيتجمع في الوحده دي، ولو كان اورجانيك ميديوم بنشغل وحده كوندنسيشن عند درجه عند فاكيوم اقل بحيث ان احنا نفصل الاورجانيك سولفنت. الجهاز طبعا ميزته زي ما احنا قلنا ان هو بيقدر يحول الماده فيزيكالي لنانو ماتيريال، والفكره بتاعتها زي ما احنا قلنا ان احنا بنستخدم تركيز قليل جدا من الماده، فالدروب وهي نازله من عندي، طبعا الميزومبرين عندنا بيتكون 2 × 10 ل 4 × 10 مايكرون، فاحنا بيبقى عندنا 99% من الدروب وهي نازله عباره عن سولفنت، وتقريبا اقل من 1% اللي هو التركيز الوركينج كونسنتريشن بتاعنا اقل من 1% بيكون الماده بتاعتنا، فاحنا بنشيل كل السولفنت اللي حواليها وبتفضل الماده اللي هي السوليد بتاعتنا، فبتكون في حد النانو ماتيريال. الجهاز طبعا من شركه بوشي السويسريه، طبعا اكوردنج تو المانوال بتاع الجهاز، الجهاز بيطلع نانو ماتيريال في حدود 200 نانومتر، لكن احنا قدرنا ان احنا نتحكم في بعض البارامترز اللي موجوده من السبرينج للدراينج للفاكيوم، قدرنا ننزل لغايه 170 و160 نانومتر. والجهاز حضر عليه مواد كتير زي السيلفر، زي البوليمرز البولي لاكتيك اسيد، البولي فاينايل الكول، وبعض البوليمرات الناتشرال زي الكالتوزان او الكازين. فيمكن دي من احد مميزاته ان هي طريقه سهله وسريعه، ويمكن الجهاز من اكتر الناس يعني الكلاينت اللي بتشتغل عليه هي شركات الادويه، لان هم بيجيبوا عينات على مستوى طبعا اللاب سكيل بيجربوها عندنا قبل ما تدخل على الميجرمنت الكبير. طبعا في بعض شركات مواد غذائيه اللي بتحب تجرب الدراينج اوف كوفي او الدراينج اوف ميلك او بعض مكسبات الطعم والريحه بحيث ان هي تتضاف از باودر، وفي بعض الناس برضو اللي بتحب تستخدم بعض المواد بحيث ان هي لما بتبقى في الدراي فورم وفورم نانو بتقدر تعيش فتره اطول في الحاجات البيولوجيه، ودي بنستخدم عندها درجات حراره منخفضه طبعا عشان ما تاثرش عليها. فده يمكن الجهاز بيدي افيلابيلتي ل تطبيق كانه سيمي بايلوت سكيل قبل ما يشتغل في المصانع، وفي نفس الوقت بيخدم الباحثين اللي بيكونوا عايزين يوصلوا لمواد نانو بطريقه فيزيكالز، وفي نفس الوقت طريقه امنه بدون اي سوفيستيكيتد تكنيك موجود. والجهاز زي ما احنا عارفين ان هو شغال كخدمه عامه في المركز القومي للبحوث في معمل دراسه الخواص السطحيه للمواد النانو متريه في شبكه المعامل المركزيه الجديده. شكرا لكم وشكرا لقناه العلم. شهر حوافي وجهاز جيد. شكرا جزيلا للدكتور صابر.